معقولة المروان شو قصة أصلا؟ ما هيك بدي أتحسن بكل شيء. أنا حلو واحد بدي يحكي مثلا بيجي دخل فيه انتشن زي ما تش تش هيك يعني أوقات الواحد هلا بنلحق المشوار بنلحق أوكي قبل ما تبلش تشرب يا خاريو 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 بشرفك بشرفك سحر بشرفك عملنا سحر شكرا 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 لكل المحبي والفانز طبعا خوريو خوريو ما بحب يصفح ابدا الفانز تبعوله خوريو واو خوريو اليوم خوريو ما بحب احكي عن حالي ولكن خوريو الساحر العظيم اليوم رح اقدم لكم سحر بعد مش شايفينه بحياتكم ولا بلبنان ولا على الكره الارضيه خوريو 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 اليوم بده يخفي حدا فبيلزمني متطوع او متطوعه لحتى نخفي انا بخاف انا رح نقي حدا انا هو ينقي انا الشاب انا اول مره شو اسمك عباس عباس انت اصدقاء مع حدا ولا حدا بكن لا لا مدامتي مدامتك واصحابنا اصحابنا بتحبوا لعباس بنموت فيه طيب شو رايكم هلا نخفي لعباس ايه ايه خاريو 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 جاهز عباس انا جاهز يلا اوبس سوري تبقى القطة عم كسره طيب تفضل عباس نحن هلا جاهزين هلا شو نبلش حقيقتي عباس وانا كمان مثل ما شايفين هذا الشرشف راح نخبي عباس ورا الشرشف ومنعد لثلاثة ونشيل الشرشف ونشوف انه عباس اختفى يلا بيك شكرا شكرا قرب على الشرشف قد ما فيك عباس بس لنتاكد انه هيدا انت هون نعم هيدا عباس اوكي رجع شوي بس صغيره نعم جاهزين لحتى نخفي عباس بعد زافي حارة لكورة خاريو 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 مدام نعم تفضل لعندي شو رأيك انه خفيني لك جوزك عباس شي كتير حلو عن جد وانت كتير شاطر برافو عليك وهيدا بس يلا اشتقت له رجعه بعتذر منك نعم ما فيني رجعه كيف ما فيك ترجعه لانه انا بعرف اخفيه بس بعد ما تعلمت التكنيك لرجعه شو؟ زقفة لخوريو وهذا كان سحرنا اليوم ملتقانا معكم الأسبوع الجاي بسحر جديد زقفة لخوريو عباس فضل سيدي جوزي وانا جوزي يا خوريو